and 8 millimeter tall object is 10 centimeter in front of a concave spherical mirror. يبقى هنا 10 والارتفاع ده 8 مليمتر. يقول the image of the object is formed on a wall, formed يعني تكون يبقى حقيقي بنفس الجهة at 12 سنتيمتر from the mirror, يعني المسافة من هنا لغاية هنا 12 سنتيمتر, وده ارتفاع الايمج. طبعا الشعاع اللي بينزل موازي للأكس بيمر بالفوكال, وده الفوكال لينث, واللي بيمر بالفوكال بيرجع موازي, واللي بيمر بيجي عند المركز الميرور بيرجع بنفس الزاوية فهيجي نفس المكان. بقول find the focal length of the mirror, تطبيق مباشر, واحد على بعد الأوبجكت, واحد على بعد الإيمج, الاتنين دول عندي, واحد على الفوكال لينث, طبعا لازم يطلع بوزيتيف, اذا الاف هتساوي واحد على 10, واحد على 12 مقلوب, فطلع 5 4 5. احط هنا 10 وهنا 12. find the height of the image, طبعا لازم يطلع بالسالب لان inverted, ويطلع magnified لان الاوبجكت موجود بين الاف اللي هي 5.45 والضعف اللي تقريبا 10.9, يعني هنا الار. طالما الاوبجكت بين الفوكال لينث وبين الراديوس لازم تطلع الصوره نفس الجهه real inverted magnified. تاني توقع ان يطلع ده بالماينس مثلا 9 10 11 وهكذا. واي داش على واي ماينس اس داش على اس, عندنا الاس داش 12 والاس 10 وهنا 8, يبقى 1.2 في 6 8, يعني 9.6 مليمتر. الماينس معناه ان هو inverted.